من ملعب الأهلي. الحقيقة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع النهاردة، لازم نتكلم فيهم ولازم نبقى واضحين وصراحة مع حضراتكم في كل هذه الأمور. من امبارح للنهاردة الحقيقة هناك، أولا الحقيقة أنا بشكركم جدا 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 على ردود الأفعال على ملعب النادي الأهلي أمس واستوديو ما قبل المباراة وما بعد المباراة. أنا بشكركم جدا الحقيقة، ودايما في ظهرنا وفي ظهر النادي الأهلي وفي ظهر قناة النادي الأهلي. دي أول حاجة. تاني حاجة، خلينا نكون واقعيين وخلينا نكون صراحة في كلامنا. أنا لما حاجة أتكلم مع حضراتكم هتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة. أولا، إيه اللي حصل في مباراة امبارح؟ النادي الأهلي اتغلب 1-0. طيب إيه موقف المجموعة؟ حضراتكم عارفين موقف المجموعة، النادي الأهلي لازم يكسب إن شاء الله، يكسب مباراته القادمة بأي عدد من الأهداف علشان يصل للدور التالي. هل هناك أخطاء في مباراة أمس؟ نعم هناك أخطاء في مباراة أمس، الكل بيقول هذا الكلام. ولكن في نفس الوقت هل هناك إيجابيات في مباراة أمس؟ الكل بيقول برضو أن في إيجابيات في مباراة أمس. وبالتالي إحنا دلوقتي في موقف، أو الواقعية بتقول إيه؟ الواقعية بتقول أن إحنا اتغلبنا في مباراة أمس في مباراة كانت جيدة في للنادي الأهلي، أفضل من، خدوا بال حضراتكم من الكلام، أفضل من مباراة سيمبا التنزاني بكتير. هناك فارق كبير بين النادي الأهلي في مباراته أمس وفي مباراة النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني. طيب الواقعية بتقول إيه؟ الواقعية بتقول إن إحنا اتغلبنا 1-0، والواقعية بتقول إن إحنا عندنا مباراة يوم السبت القادم. النادي الأهلي إن شاء الله يستطيع إن هو يكسب هذه المباراة وياخد 3 نقاط. إيه اللي هيحصل بقى خلال هذا الأسبوع؟ اللي هيحصل خلال هذا الاسبوع ان احنا هنا في ملعب الاهلي، ودايما هتكلم معاكم في هذا الموضوع. والحقيقه الجمهور حضراتكم مش محتاجين شحن علشان تروحوا تشجعوا فريق النادي الاهلي، حضراتكم مش محتاجين شحن علشان تقفوا في ظهر النادي الاهلي، حضراتكم مش محتاجين كل ده، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الواقعيه وبمنتهى الصراحه. هناك اشياء جيده حصلت في المباراه امبارح، رحنا للجون مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يعني إذا كان من المفترض إن احنا يعني أو المفروض إن احنا أو ما ينفعش نجيب لحضراتكم فيديو بالأهداف اللي ضاعت امبارح، ولكن كل الناس اللي اتفرجت على مباراة أمس قالت إن النادي الأهلي أضاع العديد من الفرص في هذه المباراة. في رعونة في إضاعة الفرص؟ كل واحد بيحاول إن هو يجيب الجون، ولكن خلاص عندنا مشكلة في إضاعة الفرص. الكل اتفق على هذا الموضوع ان احنا عندنا مشكله في اضاعه الفرص. هل يمكن علاجها خلال هذا الاسبوع؟ ممكن جدا علاجها خلال هذا الاسبوع، ان شاء الله تبقى اسبوع جيد للنادي الاهلي حتى مباراه يوم السبت القادم، او فريق النادي الاهلي حتى مباراه يوم السبت القادم. عندنا اشياء ليست جيده، عندنا في ملعب المباراه اشياء ليست جيده، ما فيش فرقه في العالم حتى لو كسبانه 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 بتبقى بتأدي مباراه 100%، دايما هناك اخطاء بتحدث في الملعب، ودايما هناك حاجات بيبقى المدرب بيفكر فيها اللعيبه لا تستطيع ان تنفذها لاي سبب من الاسباب، ما نمشي كويس، ما اتمرنش كويس، الاجهاد، الرطوبه، الملعب، الحاجات دي كلها. لان انا بتكلم مع حضراتكم من منطلق ان الواحد شاف الحاجات دي قبل كده كتير كتير. فعشان كده انا بتكلم مع حضراتكم، هل النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على شبيبة الثورة الجزائري؟ فنيا ومهاريا وكل شيء النادي الاهلي افضل من شبيبة الثورة، ولكن كرة القدم لا تعرف الا او تعرف كل شيء، تعرف التعادل والهزيمة والمكسب، تعرف كل حاجة. لكن لما تيجي تقيم الفريقين يوم السبت القادم هتلاقي ان فريق النادي الاهلي افضل من فريق الثوره الجزائري، ولكن المباراه لسه 90 دقيقه، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها، مش عارفين ايه الظروف اللي ممكن يحصل فيها. الشناوي طالع يمسك كوره رجليه اتعملت تحت رجله، رجليه اتعملت تحته وعنده التواء في الكاحل. نزل علي لطفي، الكل، وخلينا اكون صريح، الكل كان قلقان من علي، لكن علي مش انا اللي بقول، الكاف اللي اختاره افضل لاعب في النادي الاهلي او في المباراه دي علي لطفي. ففي حاجات بتحصل بتخليك تقف على رجلك وتخليك تحس ان انت الامور ماشيه بشكل جيد. نتيجه المباراه ان احنا اتغلبنا، يعني خلاص اتغلبنا. هو النادي الاهلي دايما لما بيجي يفكر، يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم عارفين وانا متاكد ان حضراتكم عارفين هذا الموضوع، ما بنفكرش غير في شيء واحد، هو المكسب. هو فكره حضراتكم مثلا ان اللعيبه كانت عايزه تتغلب مثلا خالص،
اللعيبه بتحاول ان تؤدي ما هو مطلوب منها من قبل المدير الفني على قد ما يقدروا، على قد المجهود، على قد التعب، على قد الرطوبه اللي موجوده، على قد الملعب السيء، على قد حاجات كتيره جدا. النادي الاهلي كان ممكن يكسب 2-3 امبارح، هل كلام حضراتكم كان هيتغير؟ هل كنتوا هتشوفوا السلبيات اللي موجوده في الفريق؟ كل الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده احنا شايفينه وعارفينه وعاصرناه وشفناه بعينينا وشفناه في الملعب، وحضراتكم الناس الجيل اللي يعني في الاربعينات شاف اللي انا بتكلم فيه ده كويس جدا، ويمكن الجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله، ابويا وجدي وجد كل الناس دي شافت النادي الاهلي بيبقى محطوط في لحظات صعبه ولكن بيستطيع ان هو يعدي هذه اللحظات. فخلينا واقعيين، احنا عندنا مباراه يوم السبت اللي جاي، المباراه بتاعه السبت اللي جاي دي لا تقبل القسمة على اثنين، هتكسب هتبقى اول المجموعه، هتكسب هتبقى اول مجموعه، هتتعادل او هتتعادل يبقى هتستنى تشوف نتائج الفريقين الاخرين، هتتغلب يبقى انت بره الموضوع خالص. هي خلاص هي واضحه واضحه وصريحه، هتكسب هتبقى اول المجموعه. اذا لعيبه النادي الاهلي لازم يبقوا عارفين كده. هل هم عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين طبعا ان هم لازم يكسبوا المباراه اللي جايه. هل جمهور النادي الاهلي عارف ان هو لازم يكسب المباراه اللي جايه؟ طبعا جمهور النادي الاهلي عارف، طبعا جمهور النادي الاهلي هيبقى هناك. اللي انا عرفته لغايه دلوقتي ان الامن صرح بوجود 10,000 متفرج، انا متاكد ان هم هيبقوا 10,000 متفرج، وانا متاكد ان شاء الله ان ال 10,000 متفرج اللي هيكونوا موجودين مش هيعملوا حاجه غير ان هم يقفوا خلف الفريق فقط لا غير. بعد مباراه يوم السبت نبتدي نشوف بقى ايه اللي هيحصل، نبتدي نشوف الدنيا هتمشي ازاي. هنبتدي نشوف ان في بعض اللاعبين المصابين رجعوا للفريق، بعض اللاعبين المصابين رجعوا للفريق. كل لعيب بيرجع بياخد وقت لغايه لما يوصل للفورمه بتاعته، زي مروان محسن. مروان محسن اكبر مثل لحضراتكم، مروان كان راجع من اصابه طويله، نزل لعب شويه يعني الناس شافته عادي، الماتش اللي بعده افضل، الماتش اللي بعده افضل، الماتش اللي بعده افضل، لغايه لما اصبح المباراه اللي فاتت طلع في الدقيقه 70 وهو واحد من افضل اللاعبين في الفرقه. وليد ازارو لعب شويه المباراه اللي فاتت دي، ها ادى مشيت الدنيا معاه، الماتش اللي جاي هيلعب شويه كمان لغايه لما يرجع لفورمته. احمد فتحي لم تشا الظروف ان هو ينزل في المباراتين الاخيرتين، لكن هل هيكون له دور خلال الفتره اللي جايه؟ ولما احمد ينزل ويبقى ليه دور، هيبقى ليه دور قيادي جوه الملعب ودور فني في الملعب. وليد سليمان ان شاء الله لما يرجع، حمدي فتحي لما يرجع، شريف اكرامي لما يرجع، الشناوي ان شاء الله لما يرجع، مجموعه المصابين لما ترجع. فلازم ده اللي احنا نفكر فيه خلال الفتره اللي جايه، نفكر ان احنا عايزين نلعب المباراه القادمه يوم السبت القادم ونكسب المباراه دي ونبقى كويسين فنيا ونقدر نجيب اهداف تريح جمهورنا. هو ده اللي احنا نفكر فيه، نعمل كده ازاي؟ نعمل كده عن طريق ان احنا نقف خلف فريقنا. نقف خلف فريقنا، عندنا زي ما عندنا سلبيات عندنا ايجابيات، هو ده اللي نفكر اللعيبه بيه. وانتوا حضراتكم فكركم ان اللعيبه ما بتبقاش عارفه ان انا لعبت النهارده مباراه كويسه ولا مباراه وحشه؟ خالص. الناس حاطه ضغط على حسين الشحات وحاطه ضغط على رمضان صبحي، هم بالفعل انا مع حضراتكم ان هم ما وصلوش للمستوى اللي حضراتكم عايزينه، ولكن خدوا بال حضراتكم الاثنين لعيبه دول لو فاقوا مع بقية اللاعبين هتلاقي حاجة تانية خالص. ولو فاقوا دي معناها ايه؟ لو فاقوا دي معناها ان محطوط عليهم ضغط كبير جدا 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 جدا. لما بتيجي تتكلم مع اي حد فيهم بتحس بالضغط ده في الكلام. لازم نفضل واقفين ورا فريق النادي الاهلي، لازم نفضل نشوف ايه اللي خلال هذا الاسبوع بالكامل، نفضل خلف النادي الاهلي وخلف لعيبه النادي الاهلي، خلف حسين الشحات وخلف رمضان صبحي، كل اللعيبه اللي حضراتكم بتتكلموا. انا الحقيقه لما بطلع اتكلم بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، انا بقرا الحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها سواء على التويتر او على انستجرام او على فيسبوك، عندي على صفحتي الشخصيه ناس كتيره جدا بتبعت لي او اي حد بيكلمني في التليفون برد، وبعرف عايز اعرف رايكم ايه في اللي بيحصل. ما حصلش حاجه يا جماعه. بالمناسبة أنا برضو لما بقعد أفكر كده، وأنا آسف إن أنا كل شوية بقول لحضراتكم هذا الموضوع، لأنه أنا أو كان معايا جيل الحقيقة كله جيل محترم وكله جيل على أعلى مستوى من اللعب الفني ومن الأخلاق وكل حاجة. يوم ماتش الصفاقسي، وأنا آسف، أنا آسف جدا إن أنا كل شوية بقى أكرر هذا الموضوع، ولكن ده حدث بالنسبة لنا كلنا كأهلاوية.
كل الناس كانت حتى وشها في الارض الا لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عرفت ايه اللي ممكن يحصل، عرفت للناس كلها ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذه المباريات او في المباريات النهائيه. قسمنا المباراه الفتره الاولى كذا، الفتره الثانيه كذا، الفتره الثالثه كذا، مع مدرب عبقري قدرنا نكسب المباراه. هو احنا لو كنا اتغلبنا كان ايه اللي حصل؟ ما كناش هنقعد نتكلم الكلام ده كله. احنا لو كنا ما شفناش مسانده الجمهور في الوقت ده، كان حوالي اعتقد كانوا 13 يوم او 14 يوم ما بين المباراه والمباراه، كل ال 13 يوم او ال 14 يوم مفيش حد بيعمل حاجه، واحنا متعادلين 1-1 في القاهره مع الصفاقسي ورايحين نلعب الصفاقسي في تونس والنتيجه هنا 1-1. يعني لو الماتش خلص 0-0 الصفاقسي ياخد البطوله. لعيبه الصفاقسي احتفلت هنا في القاهره. لكن احنا ايه اللي وقفنا على ايدينا على رجلينا؟ حضراتكم. انا ببقى ماشي في الشارع، وانا عمري ما انسى الفتره دي في حياتي كلها. لما باجي ماشي في الشارع في اي حته انا بمشي فيها، واي بجيب اكل بجيب بعمل اي حاجه، وانا ماشي الاهلاويه كلهم واقفين، هنكسب هناك ان شاء الله، هنكسب هناك ان شاء الله. وبالفعل كسبنا هناك. هل كان ممكن نتغلب؟ اه طبعا كان ممكن نتغلب عادي، يعني بطبيعي حاجات بتحصل طبيعيه. فاللي انا شايفه من امبارح للنهارده ان هناك عدد ليس بالكبير، انا متاكد، ولكن انا دايما بحب تبقى دايما كل جمهور النادي الاهلي بمختلف الطوائف خلف الفريق، خلف الفريق. النادي الاهلي ما زال موجود. النادي الاهلي مباراه يوم السبت القادم بتمثل اشياء كثيره جدا للناس. فعشان كده بقول لحضراتكم زي ما قلت لكم، مباراه الصفاقسي الناس كلها وانا ماشي في الشارع، اما كنت بقابل بركات كان يقول لي كده، يقول لي وانا ماشي في الشارع الناس بتقول لي هنكسب، ابو تريكه كان يقول لي كده، وائل جمعه كان يقول لي كده، شادي كان يقول لي كده، والناس اللي ما لعبتش عماد النحاس اللي كان معانا امبارح كان بيقول لي كده على الرغم ان هو ما لعبش. الناس اللي بتقول لي هنكسب المباراه اللي جايه. حضراتكم دايما الاساس في هذا الموضوع، حضراتكم دايما اللي بتبقوا عليكم، هو مش عبء الحقيقه، ولكن حب النادي الاهلي ده في حد ذاته فخر لاي حد.